مرحبا، معكم احمد امين، واليوم معي الجميله ميسم الدباغ. واليوم التشالنج رح يكون على حواجبها، انه رح نحيلها ياهن ونعملهم انعم مثل وجهة الناعم. هلا احمد، طبعا كل سعيد اليوم انه احمد اليوم رح يسوي لي حواجبي. اغلب الفلاورز يقولوا لي ميسم لازم تغيريها، فاليوم احمد رح يغير لي اياها، فخليكم منتظرين النتيجه.